أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل يشترط للذي يمسح على العمامة أن يلبسها على وضوء؟ وهل مدة المسح عليها نفس مدة المسح على الخفين؟ نعم، من المدة هي بالنسبة للمقيم والمسافر في العمامة مثل الخفين، ونعم لابد من أن يلبسها على طهارة أيضا. إنما الذي لا يشترط أن يلبسه على طهارة على الصحيح الجبيرة أو اللصوق. نعم.